بخير عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله تكونوا كاملين لاباس وفي صحه جيده. واني غاديه في هذه السرويه، غاديه نضرب تماره والحمد لله. هما الناس رفاقه الطوبيس، نزلت ورقت عليه باش ينزلني في البلاصه اللي تنزل فيها. مشى حتى للهلطه الاخرى، يعني مشى حتى للمحطه الاخرى عاد نزلني، بعدني على بلاصتي بمحطه. ملي قلت لي علاش ما وقفتيش، قال لك ما ورقتيش انت، ما عطيتي السينيال باش تهبطي، وانا عطيته السينيال باش نهبط، هو هبط لي في واحد ما علينا. لا اله الا الله وصلي، استغفر الله العظيم. نضرب دابا واحد المسافه طويله باش نوصل للخدمه اللي تنخدم فيها. ديجا الخدمه اليوم تنجي ليها بعيده، هاد الخدمه عندي ماشي مشكل الحمد لله. راني في قبل بنتي، راني تنوض مع السرويه ونوض نمشي نخدمها باش نوفر دوك السوايع اللي طالبين ليا. تنوض بكري وثاني نمشي نخدم مع وثاني نقلب على خدمه في العشيه. وخلي يوم الحمد لله اليوم عندي العشيه هي عامره، اليوم ما نجي، اليوم ما نمشي للدار حتى ندخل للدار حتى السبعة العشيه، يعني حتى السبعة الليل ولا السبعة ونص هكا عاد ندخل. هيا بلاصة الفيلات. تلفني على بلاصتي يا انت كي راني ما تندوس. هانتوما راني وصلت هنايا، دير بلاصة الفيلات، يعني ما كاين لا غاشي يدور ولا حتى شي واحد. الدنيا خاوية تسطر، كاين اقولي غير انا لشي وحدين غاديين يخدموا. حنا كاع لا مشاو يخدموا، يمشوا شوف الطوموبيلات هنا، صحاب الناس اللي لبس عليهم. شوف الارض كبيره، حنا عندنا بهذا الورد اللي طايح. لا اخوتي شنقول لكم، دعوا معايا الله يوفقني على هاد الشيء اللي انا غاديه فيه على بنتي. الله يوفقني، والله ما نعست البارح، والله ما نعست، وخا شربت الدواء ديالي ما نعستش، بت معصبه وبت مكزه وما نعستش. ما التفكير تنفكر فيه صباح وعشيه، يعني ديما في راسي التفكير قتلني، ديما نفكر واش غنوصل لها. الحمد لله راه باذن ربي، راه اللي وصلنا ليها ربي هي اللي كاينه. ملي طلعنا ولا نزلنا راه ربي هو اللي يوصلك في البلاصه اللي عاد وصلي ليها. نتمنى من الله نوصلوا غير الحاجه الزينه. لا لا راسي داخل عليا، والله راه خوتي لا راسي داخل عليا. شكرا لاختي لمياء، شكرا لك بزاف على التعاون اللي تديري معايا. شكرا ليك وربي لا يخلصك. شكرا لخوتي اللي تيكتبوا الكومونتيرات ويدو معايا، الله يحفظكم والله تتوما، الله ييسر لكم اموركم، والله يعمر ربي يساعد الجميع يا سيدي ربي. شكرا لكم كل من كتب شي كومونتير، وكل من دعى شي دعوه، راه ربي لا يخلصه، ربي هو الذي يخلص الانسان على تزمت. انا ينزلني الطوبيس هاد البلاصه، ينزلني الطوبيس بعيده وانت ما جيه على رجلي، نضرب مسافه على رجلي. ماشي بعيد ليا، ماشي قريب حدايا في تنسكن هاد الخدمه، ما كون جي على البسكليت كاع ما نحتاج الطوبيس. هانتوما خوتي في الروقه دابا، في الروبا. ها
انا والخلاق. ها الطوموبيل جايه، يا ها الطوموبيلات هنا. شوية الشارع مزينو، يلا صابوه. ها هذا يلا صابوه. شفتي بان السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. وكيف ما شفتوا نزها من بعد ما تلفها الطوبيس، وبقات مسكينه كتجرجر في دوك الزناقي. فينا هي الادريسه اللي كنخدم فيها؟ فينا هي الادريسه اللي كنخدم فيها؟ لكن ما تخافوش على اختكم نزها، الحمد لله راها لقات الادريسه والحمد لله. راه كتنوض مسكينه كتضرب تماره وكتمشي تدير نتواياج. ان شاء الله يعاونها سيد ربي، وبالدعوات ديالكم ان شاء الله تلقى سويعات كثر باش تقدر ان شاء الله تحقق ديك الشروط باش تجيب بنتها ان شاء الله يا ربي. هذا الشيء اللي باقي مازمها في حياتها، كيف ما كتعرفوا بنادم راه ضرب 10 سنين ديال الغربه، امتى غادي ندير الوراق، امتى غادي ندير الوراق. والحمد لله تحقق الله الحلم ودارت الوريقات وتحقق الحمد لله الحلم، ومشات شافت بنتها، وباقي ان شاء الله هذا الحلم حتى هو باش تجيب بنتها وتستقر حداها ان شاء الله. ربي كبير، ودعواتكم اخوتي ان شاء الله معاها، وان شاء الله ينال مرادها يا ربي. والله يسهل على الجميع، ويسهل على كل وليه، ويسهل على كل واحد، لا راجل ولا امراه، ويسر امور الجميع يا سيد ربي. كيف ما كتشوفوا الزهره كتضرب المصلوح. الحمد لله كيف ما قالت لكم في الفيديو السابق، اي حاجه جبتيها من المغرب واي صنعه تعلمتيها في حياتك كتنفعك، الا ما نفعتك في دارك كتنفعك في خدمتك وكتنفعك في حياتك. كانت خدمه في المصلوح في المغرب، ودابا الحمد لله كدوز فيه كتجري. وانا النزهه جميله، راني ما كنعرفش ندير المصلوح الا قليل قليل، الراجل هو اللي كيصايب لي المصلوح، والحمد لله دابا نتعلم ليه. وكنقول للناس هذه ما علميني ليه كيفاش ديري، كيفاش كدغيا كتسربيه وكتصايب ليه القناه ديالو، كيطلع بحال قولي ديتي عند المصلوح نفسه، وان شاء الله يكون كل شيء على خير وبخير. يلا خوتي هاني ساليت الخدمه، عرفتي اربعه السوايع تساليتهم، عيت خرجت اربعه السوايع وانا ضرب 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 ضرب. ملي دخلت ما قعدت، ايوا ماشي مشكل، هذه هي الدنيا الحمد لله. انا غير دعوا معايا اخوتي الله يجمعني مع بنتي، غنبقى نكافح 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 مع بنتي، نكافح مع بنتي حتى يوصلني الله ويجمعني معاها. كل شيء بإرادة مولانا الكريم، وربي راه عيرحمنا، ماشي ما يرحمناش، احنا عايشين برحمته. ودابا ها نتوما بان ليكم ولا لا؟ هطويستي تاع الديسير، ها هي فين هي؟ شفتو دابا هاني غادي وناقش واش دايره، دايره حانوت فوق ساك. ياه قلب ليا غادي ناكل. ما كنتي عارف الزنقه بحال هكا قريب. ملي ندخل مع السبعه اش بقى ما نطيب، واش بقى من ناكل وما نوكل.
ايوا ضايعين معايا شي ناس مساكن، تما ضايعين معايا بصراحه، ضايعين معايا. دابا كلشي تشوفوا ان شاء الله، ودعوا معايا خوتي الله يحفظكم. ودابا غنمشي نجري الطوبيس قبل ما يمشي عليا. غنمشي نجري الطوبيس، ودابا غنمشي للخدمه الاخرى اللي باقا ليا. دابا ضربت ربعه السوايع هنا، وغادي نضرب ربعه السوايع في واحد الخدمه اخرى ثاني قريبه، ماشي بعيده مني من الدار، ولكن حتى هي نمشي ليها ناخذ الطوبيس من هنايا، ومن بعد ثاني ناخذ الترام يديني حتى لهاد البلاصه الاخرى اللي غنخدم فيها. ايوا واش غنشوف النوار طايح، داك الورد طايح الصفر. يلا خوتي يلا تابعوا معايا ودعوا معايا، وما تنساوش لايك وكومونتير وبدعاويكم الزينه، راني تنزيد، وبدعاويكم الغزاله، والله يحفظنا ويحفظكم، والله يسهل على الجميع. وما تنساش اخوتي بدعاويكم تعاونوني، وربي كبير، والله يجمعني مع بنتي وهاني معاها. دابا هاني جيت للدار بعد ما غسلت يدي وبدلت حوايجي، ودابا راه السبعه وعندي غدا شويه السباغيتي، ولا بقى لي الوقت، انا عندي شويه الخضره، عندي شويه الصوبه، فانا بقات راني نطبق الغدا. كنقول لك ما كيبقاش الوقت. خليها تشوي الدجاج حتى يذوب، كنت نخرجه باش ندير السباغيتي، ودابا نقي شويه خيزو. ارمي شويه الخيزو في السباغيتي، دابا راه تنبين عمل بعيد لحقاش عيانه وكلشي في خطر. نطيب السباغيتي ونطيبها باش نشاركها معاكم، باش انا تنطيبها. جوج صوصات الثومه، بصله، جوج بصلات، جوج صوصات الثومه، عيد والله تا عيد، عيد بغيت جديد عليا دخلو. وكراس دابا نمشي نمشي على الريح غنقعد. الحمد لله الناس اللي الدريات اللي بحالي وبحال هكا ما كيقلبوش على هذا فول تايم، يعني يخدموا في العشيه وفي الصباح، اغلبيه على دارهم ووليداتهم وداكشي يخدموها مع الصباح، وهذيك ربعه السوايع ولا سته السوايع ولا خمسه السوايع صافي، يجوا لدارهم يقابلوا شغالاتهم يقابلوا وليداتهم يطيبوا لوليداتهم، ماشي اجباري تخدمي من الصباح حتى العشيه. ايوا الناس اللي انا على قبل بنتي راني نخدم من الصباح حتى العشيه، وما ما عرفتش علاش نقلب، خصني نقلب على الليل تاني.
جايه العشاء. يلا خوتي عشاي هو طاب، الصبة عندي طابت، سباقيتي هي طابت، هيا كلشي طاب. ودابا غنقول لكم السلام عليكم ونمشي نحط عشاية ونتعشاو، وبسلام عليكم وشكرا لكم، وما تنسوش لايك وكومونتير زوين ودعاويكم، وبسلام عليكم خوتي، بسلامة.